سيد هاشمي عم يقطع الكره الام. شوفوا حسن معطوك بمر بمر عن اول لاعب بمر عن الثاني ممكن اول اهداف المباراه تكون على الاقل في دقيقه. تبع الخطوط الخلفية هذه الكرة أمامية يتبادل الكرات بشكل سهل اللاعبين الأفغانيين من السهولة مكان كبيرة الوقت لعمر مكتب يرسل الكرة حسن معطوك عشان سعد أضراب من عشان سعد بعيد الكرة الخلفية الانطلاق من الخلف تنظيم الهجمه بشكل افضل عن طريق محمد حيدر ايضا علي حمام كره طويله عن سوني سعد سوني بيحاول المرور بيحافظ على كرته بيحاول يمر بسرعته سوني سعد بيحاول يحمي كرته بالشكل الصحيح في الصراع الاخير الصراع الاخير كان بالكره الاخيره الحكم اشار بخطا مصلحه المنتخب الافغاني دقيقتين في الوقت المحتسب بدل عن ضايع امامنا دقيقتين فقط الوقت المحتسب بدل عن ضايع 4 دقائق صراحه تمنى شغل كثير عندنا تحضير اكثر بغض النظر عن نتيجه المباراه هذه الاهم مباراه اليوم اذا حسن معتوك بحاول المرور بوقت المقدم كان بالامكان افضل من مكانه حسن مهدي خليل شوفوا مهدي خليل يلي قريب من مهدي خليل بيعرف كثير منيح انه هيدي الكره ما راح يخطئ فيها مهدي انا بعيد عني النظر مهدي خليل مطمئن على انه مهدي راح يقدر يقطع الكره الاخيره انما يمكن الجمهور اللبناني منه مطمئن على نتيجه المباراه وخاصه بالوقت المتبقي اللي هو الوقت الاضافي الوقت المحتسب بدلا عن ضائع كرة توصل لعند علي حمام علي حمام يقطع الكرة بعيدة محمد حيدر هجوم مرتدي من مختار بكل سريع والله حيدر ريحنا وارتاح بنفس الوقت على ارتش المباراة على الأقل وبعدين نتحاسب على الأداء بالنتيجة هذه كرة لعند حسن معتوق على الجهة اليمنى حسن معتوق يدخل منطقة الجزاء شوفوا حسن معتوق كيف مر حاول المرور وتعرض للعرقله تعرض للعرقله من سيد هاشمي هو اللي كان عم يرتكب الخطا على حسن معتوق طبعا حسن معتوق عنده فرصه لاضافه الهدف رقم 12 بتاريخه مع منتخبنا الوطني يلا يا حسن معتوق الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بالتاكيد منتخبنا رح يحقق الفوز اليوم شوفوا كل الجمهور الطرابلسي الله معك يا معتوق الله معك يا معتوق عم بشجعه صاحب الرقم 7 لاعب الفجيره الاماراتي هل بامكانه تسجيل من نقطه الجزاء؟ هو بامكانه التسجيل دائما من الكرات الثابته الحره على بعد 25 متر على بعد 27 متر على بعد 30 متر ممكن يسجل من نقطه الجزاء حسن معتوق من دون ضغط كثير كبير انما بتبقى ركله الجزاء ركلة جزاء حسن معتوق بيتقدم حسن بيسدد مباشرة حسن معتوق بيسجل بيحتفل على طريق الخاصة وأخيرا حسن معتوق عم بيسجل وأخيرا صاحب الرقم شوفوا شو مقصر عزيزي يا عزيزي أنت كثير عزيزي إنما قد ما تكون بمواجهتك اسمح لي الصداقة شيء الزمان شيء انما كرة القدم شيء اخر، حسن معتوق عم بسجل ثاني اهداف المباراة والتأكيد الحكم ما راح يتأخر كثير، شوفوا حسن معتوق بخبرة كثير كبيرة راح على نفس الزاوية على فكرة عزيزي كاد انه يخلص كرته لحسن معتوق 12 هدف مع منتخب لبنان إلى حد الوقت اللاعب الدولي حسن معتوق وبه اللحظات إذا الحكم الدولي الرئيسي أحمد يعقوب الأردني عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء بفوز منتخبنا الوطني اللبناني على منتخب أفغانستان.